لا الحقيقة الكاميرا ما تجيش عليا، الكاميرا تيجي على البطل، بطل عالم، ثلاث ميداليات ذهب وقبلها ميداليتين فضة، شاب عنده 16 سنة. خلي الكاميرا عليه، خلي الكاميرا عليه، خلي الكاميرا على البطل، بطل عالم. لما يبقى منورنا ومشرفنا كده ورفع راسنا والنشيد الوطني بتاع بلدنا بيتعزف والعلم بتاع مصر بيترفع، وانه يا عم خلي الكاميرا عليه، خلي الكاميرا عليه، والله هو البطل، هو النجم، هو اللي خلى علم بلدنا يترفع وخلى نشيد بلدنا يتعزف وخلى اسم بلدنا يبقى موجود دايما يا رب في العلالي. يعني ده قصة كفاح كمان، يعني هو لا اصل رفع الاثقال دي ما فيهاش اهلي ولا فيها زمالك، لا لا لا، ده هم كده من نفسهم ابطال ونجوم وعندهم اراده وعندهم عزيمه. بتشرف ان يكون معايا النهارده بطل العالم للشباب اللي خد ثلاث ميداليات ذهب ومعاه اثنين فضه زينا صدره بس بميداليتين، وان شاء الله الحلقه اللي جايه نزين صدره ميداليات اكتر، والحلقه اللي بعدها يكون في الاولمبياد. ارفع الثلاث ميداليات التانيين يا محمود قبل ما نبدا نتكلم في اي حاجه. ادي اتنين كمان ذهب، فنطهم كده عشان الناس تشوفهم، ادي اتنين ذهب وواحده فضه، وادي واحده ذهب على صدره وواحده فضه كمان. حط ميدالياتك واقلع بقى اللي على صدرك دول، وفوق بقى معايا عشان نحييك ونسقف لك ونقول لك منورنا يا محمود. نزورك بشرف ليا ان اكون مع حضرتك هنا. ازيك؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. انا دخلت الاوضه فلقيت واحد مش عارف يوطي التلفزيون. التلفزيون عالي جدا، فبقول له من فضلك وطي وبتاع وكده، فقال لي انا مش لاقي الريموت، فرحت جايب الريموت من اوضتي بوطي، قلت لهم متشكرين وطلعت يعني. فبسال الاعداد محمود جه، قالوا قلت لهم فين؟ قالوا لي ما في الاوضه، فدخلت لقيته قلت له وطي التلفزيون يعني. خدته في حضني طبعا وحضنته واعتذرت له لانه حاجه جميله. طمني عليك. الحمد لله تمام. وانت رايح المكسيك كنت متوقع انك تاخد ثلاث ميداليات ذهب؟ بس ما كنتش متوقع ان انا اعمل الرقم ده. الرقم نفسه؟ طب ما هو الارقام دي انت اللي بتختارها مع مدربك يعني. كنت ضمنت الذهب فقلت اكسر الرقم؟ بالظبط. انا كنت رايح عشان الثلاثه ذهب وان احطم الرقم. بس انا دي اول مره اخش في حياتي الرقم ده. ياه. لا احكي، انا سيبك تحكي خالص. على فكره محمود في اولى ثانوي 16 سنه، يعني ما شاء الله حاجه تفرح يعني. احكي بقى براحتك. هي دي اول مره اخش رقم ده، فكان في الفتره دي شبه مستحيل ان انا اشيله. فكان الموضوع صعب بالنسبه لي، كانت اصعب فتره في حياتي وانا داخل اشيله اصلا. والله انا نزلته ما كنتش مصدق ان انا عملتها. يعني وبقى الرقم ده بقى باسمي في الميزان ده. باسمك خلاص. خلاص سجل يا باشا، سجل يا تاريخ. حلو. فكنت فرحان جدا طول الطريق. كنت بحمد ربنا، مش مصدق ان ربنا كرمني للدرجه دي. وكان حلمي طبعا ان انا اوصل للمرحله دي، بس ما كانش في دماغي ان انا اوصلها في السن ده بدري كده. بالظبط. انت ايه بقى اللي رماك على رفع الاثقال؟ يعني ايه كل واحد يقول لك عايز العب كوره، عايز اطلع محمد صلاح، عايز اطلع مش عارف مين، كل الناس كده يعني. واكيد لعبت كوره شويه يعني. زي كنا انت من شبرا الخيمه كمان. المؤسسه جنبك، الملاعب مفتوحه، وشبرا الخيمه معروفه طول عمرها من زمان. ايه اللي رماك على رفع الاثقال؟ كان خلاني وجدي ابطال فيها، وهم اللي يا سلام هم اللي دعموني اللي انا العبها، هم اللي شجعوني ليها. وطبعا انا كنت بحب الكوره جدا ولغايه دلوقتي بحب الكوره. بس طبعا رفع الاثقال بقت اهم، بقت رقم واحد في حياتي. طبعا في حياتنا. انت جايب لنا ثلاثه ده يا عم الحاج في ايه؟ خليك. نعم حلو. بدات ازاي؟ نقنقت ازاي في رفع الاثقال؟ طبعا بدات من 5 سنين. كانت بدايتي في نادي الكهرباء. الكهرباء اللي في شبرا اللي على الكورنيش. تمام. بعد كده انتقلت للمشروع القومي للموهبه والبطوله. ازاي بقى؟ هو ده السؤال المهم، لان المشروع ده واضح انه فرق جدا معاكم كلكم. اكيد طبعا. بدعم سياده الوزير للمشروع. حلو. المشروع انا يعني انتقلته في 2019. حلو. فكانت نقله كبيره ليا. وهو يعني السبب في كل اللي انا فيه دلوقتي هو يعني كان زاد الدعم وانا هناك، زاد الاهتمام، فكان كل حاجه مظبوطه وكويسه. ودخلت المعسكر بعديها. فدخلت معسكر مغلق يعني لمده مثلا 6 شهور. بعد كده رحت البطوله. حلو. كنت العالم باليونان الاول. كويس. اول مره تسافر؟
كانت اول مشاركه دوليه اول مره نركب الطياره. حلو. بس فكان الموضوع صعب بالنسبه لنا اول مشاركه دوليه ليا تكون بطوله عالم. اول حاجه كده بطوله عالم. هي كانت بعد الايقاف على طول. فكان الموضوع بعد صعب بعد ايقاف مصر عشان الناس تفكر ايقافك انت. لا كانت محرومه اظن 3 سنين يا جماعه. نعم. بس فكان الموضوع صعب بالنسبه لي وكان معايا اسماء جامده يعني كانت منافسه جامده وجيت قبل البطوله اصلا اتصبت فكان الموضوع كمان صعب جدا. قعدت اسبوعين يعني تمرين بسيط خالص. فكان الموضوع صعب بالنسبه لي بس الحمد لله ربنا كرمني وحققت 2 فضه.